بتكلم معك على الإدارة. أمس شفت تغريدة لرئيس النادي فهد بن نافل، أستاذ فهد بن نافل، ذكر أنه هو شوط أول في الرياض، الشوط الثاني في اليابان، طالب الجماهير بدعم الفريق خاصة في المباراة، في الحضور طبعا في الملعب. هل هذا نوع من رفع يعني الضغط عن اللاعبين قبل المواجهة؟ نعم أخوي حازم، طبعا هذا هو إحساس بالمسؤولية. اليوم أنت تتحدث عن رئيس نادي الهلال، الرئيس الذهبي الأستاذ فهد بن نافل، يعرف ماذا يقول ومتى يتحدث. نعم تغريدته طبعا هي تحاكي الواقع الذي لابد أن يتعامل معه لاعب الهلال وكذلك جمهور الهلال وإعلام الهلال ومدرب الهلال. اليوم هو شوط سيكون في الرياض وكذلك الشوط الثاني سيكون في اليابان، يجب عدم الضغط على اللاعبين وعدم الاستعجال. أخوي حازم، في فترات سابقة عندما كان الهلال يخوض دوري أبطال آسيا والنسخ التي افتقدها خلال العشر السنوات الماضية، الهلال وصل إلى 5 نهائيات، خسر طبعا بعض النهائيات، في هناك صافرة ظالمة وهناك استعجال من بعض اللاعبين. اليوم احنا كل ما نطلب من لاعب الهلال هو عدم الاستعجال، التعامل مع المباراة بجزئيات. طبعا لاعب الهلال لديهم الخبرة ولديهم الإمكانيات، وأنا اللي متأكد منه أن لاعب الهلال يستشعر المسؤولية، شوط في الرياض وشوط في اليابان. طيب كيف بإذن الله عندي الهلال يستطيع التعامل مع الشوط الأول ويعرف يتعامل مع الشوط الثاني في اليابان.